هل تأملتم وعمقتم التفكير في كلمات الآية الكريمة التي نقلها القرآن الكريم عن سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفيني، صدق الله العظيم. ولأن المرء يتعافى بالقرآن، وانطلاقا من هذه الآية الكريمة نذهب إلى قصة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لطفل كويتي يتلو آيات من القرآن الكريم بجانب سرير صديقه المصاب في المستشفى في محاولة منه لتخفيف ألمه بعد تعرضه لحادث السير وقبل إجرائه عملية جراحية. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الطفل الجالس إلى جوار صديقه الذي تلا آيات من القرآن الكريم هو القارئ عثمان مشعل الحداد، وهو أحد تلامذة الشيخ أحمد عبد العزيز النفيس، وليس ابنه كما أشيع. نحن هنا نقطع لكم شككم باليقين. على أي حال، الطفل القارئ أبهر مئات الآلاف من المتابعين الذين أعجبوا بتلاوته وصوته وحضوره والوقوف إلى جانب صديقه في محنته قبل خضوعه للعملية. هذه صورة تجمع عثمان مشعل مع أستاذه وشيخه القارئ أحمد النفيس، الذي قال عنه إنه خليفته في تلاوة وقراءة القرآن. الآن دعونا نستمع لتلاوة عطرة بصوت القارئ الأستاذ شيخ الطفل الأستاذ أحمد النفيس. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في الطفل الكويتي الجميل صاحب الصوت الجميل الملائكي الذي أبهرنا بتلاوته وموقفه وحضوره البهي في شدة صاحبه أفرز الكثير من ردود الأفعال والتعليقات على منصات التواصل بعد انتشار مقطع الفيديو هذا. نبدأ تلك التعليقات من خالد العامري. ماذا قال خالد العامري في تعليقه؟ يقول خالد: اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. تعليق من الدكتور علي. يقول الدكتور علي في تعليقه: اللهم شافه شفاء لا يغادر سقما. أنا أيضا تعرضت لحادث سير وتمنيت أن أحد يدعو لي، لكن الحمد لله كان الله معي. تعليق آخر من عفراء تقول في تعليقها: اللهم إنا نستودعك ابننا عثمان أن تحفظه من كل عين حاسدة أو نفس حاقدة، وأسألك أن تحفظ القرآن في صدره أن يتلفت أو ينسى، وزده من فضلك وزد أمتنا من أمثاله، وهبه الثبات والإخلاص، واجز معلميه ووالديه عنه وعنا كل خير. تعليق آخر من إيرواس أو IRWSLM: هذا اللي قد يتسمى عند بعض الناس المراهق الذي يسمح له بالطيش
والله المستعان، الله يحفظه ويبارك فيه وفي من رباه تبارك الرحمن. تعليق آخر من سجى جعفر، ماذا قالت؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم احفظه وبارك فيه وثبته واجعله من أهل القرآن الحافظين العاملين به، واجعله قرة عين لوالديه وللإسلام والمسلمين. نانا ماذا قالت؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، عقبال أولادي، ربي يبلغني فيهم وشوفهم يقروا وحافظين كتاب الله ويعملون به دائما حفاظا أو حفاظ القرآن مميزين.